السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام عاشور يغير لون شعره ويحضر مباراة الزمالك وإنبي. إمام عاشور بعد كان سبق إمام عاشور ده لاعب اللاعب إمام عاشور ده لاعب نادي الزمالك، كان سبق شعره أبيض، والمستشار مرتضى منصور ما عجبوش شكله فوقفه من المشاركة في الماتشات، فطلع سمع يوم مباراة الزمالك وإنبي كان هو موقوف بسبب شعره، فسبق شعر اسود تاني وطلع في المدرجات مع الجماهير وسمع ماتش الزمالك وانبي اللي هما اتعادلوا فيه 1-1. ده بعد وقفه من المستشار مرتضى منصور مباراة تقريبا او مباراتين بسبب لون شعره اللي كان عامله في شعره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.